السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا أمر رباني بالاعتصام والوحدة لكن واقع الحال حال الأمة اليوم فيه الكثير من التمزق والتناحر والعصبيات ومنها الطائفية الدينية التي تنتج حروبا وكراهية وأحقادا. فما مفهوم هذه الطائفية ومن أين جاءت وهل لها جذور تاريخية؟ ما موقف الإسلام من الطائفية وهل يقبل الإسلام الانتماءات الضيقة للطائفة والعشيرة والوطن والجماعة هذه أسئلة أطرحها في حلقة اليوم على ضيفي الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر أهلا ومرحبا بكم دكتور مرحباً بكم يا أستاذ جهاد وبالسادة المشاهدين الله اليوم يكاد يكون مصطلح الطائفية الأكثر انتشارا على ألسنة الناس نريد أن نحرر معنى الطائفية الطائفية الدينية الطائفية بالمطلق والطائفية التي تدرج على ألسنة الناس في أيامنا هذه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في البداية أود أن أقول أن مصطلح الطائفية هذا لا وجود له في الشريعة الإسلامية ولا في الثقافة الإسلامية إنما الإسلام استخدم الفرقة استخدم الشيع استخدم الأحزاب في, في هذا السياق يعني ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات تفرقوا أحزابا وشيعا فلذلك الطائفيه هذا مصطلح مبتدع مستحدث من حيث المبنى من حيث المبنى نعم انما من حيث المعنى فله له وجود يعني في الحقيقه ولذلك نقول مثلا ان الطائفيه تعني عند الناس اليوم تقسيم الناس باعتبارات مختلفه اقساما كثيره ومتنوعه فهذا تقسيم باعتبار العرق، تقسيم باعتبار العقيده، تقسيم باعتبار الاوطان والارض، تقسيم باعتبار اللغات، تقسيم باعتبار الالوان والعادات العشيرة. والعشائر والقبائل فانقسم الناس تقسيمات كثيره. هذه التقسيمات في الحقيقه لها جذور في عند العرب وعند المسلمين. فالمسلمون مثلا العجم كانوا ينتسبون الى بلدانهم. فنقول مثلا البخاري منسوب إلى بخارى آه مسلم الحجاج النيسابوري منسوب إلى نيسابور أبو داود السجستاني إلى سجستان الترمذي إلى ترمذ أما عند العرب فكانوا ينتسبون إلى القبائل والعشائر فهذا مثلا تيمي وهذا آه زهري وهذا آه طائفي وهذا كذا فينتسبون إلى العرب إلى القبائل وكانوا يحرصون على هذا ف واما غيرهم فكانوا ينتسبون عاده الى البلدان افريقي، مصري، بغدادي، كوفي، بصري، حمصي، دمشقي وهكذا. فال فالطائفيه موجوده بين الناس يعني اي بمعنى تقسيم الناس بهذه الاعتبارات المتعدده المتباينه موجوده بين الناس وفي الحقيقه الله تبارك وتعالى اشار اليها في القرآن في قال مثلا في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة من المؤمنين وقال الطائفة من أهل الكتاب وضى طائفة من أهل الكتاب فالطائفة هي الجزء من الشيء البعض منه يطلق مثلا كما قيل في من من على الواحد وعلى الاثنين فبدايتها واحد وقيل اثنان ونهايتها ألف فكل واحد أو اثنين أو, إلى ألف يسمى طائفة كل واحد أو اثنين إلى ألف يسمى طائفة فهذه الطائفة هي المجموعة من الناس التي يجمعها قاسم مشترك أو عنصر مشترك إما أن يكون النسب وإما أن يكون العقيدة وإما أن يكون الوطن وإما أن يكون الأرض وإما أن يكون العرق وإما أن يكون اللون وإما أن يكون اللغة المهم فيهم قاسم مشترك يجمعهم على هذا النحو وحينما ننظر إلى استخدام مصطلح الطائفية اليوم على ألسن العلمانيين ومن لف لفهم وحاور حوارهم يكاد لا يطلقه الا او يغلب اطلاقه حتى اكون منصفا يغلب اطلاقه على الطائفيه الدينيه بمعنى ان هو يقسم الناس باعتبار العقيده ثم يتهم الدين بانه هو الذي قسم الناس ويقول يعني لولا الدين من قسم الناس ولذلك اخترعوا لهم ما يسمى بالعولمه يعني كشريعه موازيه او شريعه بديله أو عقائد بديلة عن عقيدة الإسلام عقيدة التوحيد فلذلك حاولوا أن يزحزحوا عقيدة التوحيد ويضعوا مع بدلا منها الإلحاد ليجمعوا الناس تحت راية واحدة هي راية الإنسانية ثم في الحقيقة تجدهم هم بي فيما بينهم منقسمين مختلفين متناوئين متحاربين متحزبين يعني إما للون في أمريكا الأسود والأبيض الزنجي وغير الزنجي تجدهم متحزبين الى الى اللغه تجدهم متحزبين الى العرق تجدهم متحزبين الى الوطن تجدهم متحزبين الى كذا يحاولون ان يذوبوا هذه الحدود فيما بينهم لكن هذا مستحيل لكن ربما مستحيل. ما يهمنا هو المصطلح الدلالي للطائفيه المعنى الدلالي للاصطلاح الطائفيه لمصطلح الطائفيه الحادث والواقع الان في حالتنا الاسلاميه في عالمنا الاسلامي نريد ان نحرر هذا المصطلح اليوم عندما نقول مثلا هذا الرجل طائفي او هذه هذا الحزب طائفي او هذه الحكومه طائفيه هذه الجماعه طائفيه من حيث الواقع الحاصل اليوم ما المقصود بهذا؟ من حيث الواقع اللي هو التعصب الى فكرته او الى رايه او لونه او عقيدته، هذا هو اذا فكره الطائفيه هي فكره العصبيه فكره التعصب نعم ليس الانتماء والانحياز والانحياز الاعمى على والمدافعة العمياء عن هذه الفكرة سواء كانت حقا ام باطله طيب من هذه النقطه دكتور يعني الله سبحانه وتعالى يحض المسلمين على الالتزام باسلامهم والتمسك باسلامهم نريد ان نبين الفارق بين الانتماء كامر مندوب شرعا او ربما واجب شرعا وبين التعصب الذي تتمحور حوله الفكره الطائفيه لا هو الانتماء الانتماء لله ولرسوله الانتماء عندنا في الدين هو لله ولرسوله وإنما قال الله تبارك وتعالى وللمؤمنين ولجماعة المؤمنين قال الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فأمر الله عز وجل بالانتماء والولاء لهذه الجهات الله تبارك وتعالى وما, وما ينتمي إليه الرسول ينتمي إلى رب العالمين بسبب الرسالة والمؤمنون ينتمون الى الى رب العالمين سبحانه وتعالى بسبب الايمان فلهم فلهم فكله ما فكله ما يتعلق بالله تبارك وتعالى فهذا الولاء يعني المحبه والنصره لما جاء عن الله تبارك وتعالى ولما امر به ولما والبعد عما نهى عنه فهل هذا الولاء يستدعي العصبيه العصبيه المقيته التي يعني تنصر بالحق والباطل لا ليس هذا هو ليس هذا يعني مطلوبا في ديننا النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا كيف ننصره ظالما يا رسول الله قال ان تمنعه من الظلم فنصره مظلوما معلوم واما نصره مظلوما فهو ظالما ان تمنعه من الظلم فالنبي عليه الصلاه والسلام ايضا يقول خيركم المدافع عن عشيرته ما لم ياثم، فانت تدافع عن عشيرتك هذا لا حرج فيه، لكن في غير اثم وفي غير ماثم وفي غير معصيه. اما ان تدافع عنهم بالباطل وفي وكونهم ظالمين وكونهم كذا لا هذا هذا مرفوض شرعا. هنا بيت القصيد دكتور، يعني الناس الان كلها تظن انها تدافع عن طائفتها، عن عشيرتها، عن بلادها، لكن الضابط الذي يحدد ان هذه العشيره او هذه الطائفه على حق ام على باطل، يعني غير واضح عند كثير من عوام الناس، ما هو الميزان الذي يستطيع العامي ان يحدد ان طائفته على باطل من عدمه، على حق من عدمه، لان هناك كثيرا من طبقات المفكرين، رجال الدين الى اخره، ربما يزينون الباطل او يقبحون الحسن للناس فبالتالي يسيرون في ركاب هذه العصبيه وتنشا الطائفيه ويقع الافتراق بين المسلمين، كيف هو الميزان الضابط لكي يعني يدافع عن عشيرته؟ الإيزان الضابط هو القرآن والسنة، قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال تبارك وتعالى: وأنزل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالذي يوافق القرآن هو الحق، والذي يخالف القرآن هو الباطل. فعلى العبد أن ينظر هل عشيرته أعمالها أخلاقها معتقداتها توافق القرآن وتسير في, في, في ميدانه وركابه أم هي تسير ضده وخلافه فإن كان يرى أنها تسير ضده وخلافه فهذه عشيرة لا يصح أن تنصر على, على غيرها إنما تنصر بمعنى أن تكف عن الظلم وأن تمنع عن الظلم هذا طيب. هو هذا هو الميزان نعم نقطة مهمة جدا أيضا تقودنا إلى نقطة أكثر تفصيليا وأكثر غوصا ربما في هذه القضية دكتور المشكلة أن الآن الكتاب والسنة الكل يقول بأن الميزان الضابط هو الكتاب والسنة صحيح لكن يعني كيف يمكن فهم الكتاب والسنة بعيداً عن كما يقال بين قوسين تأجير العقول لمجموعة من الناس سواء كان هؤلاء الناس طبقة من المثقفين أم من رجال الدين كيف يمكن فهم ضبط الكتاب والسنة بالنسبة لعوام المسلمين هل هناك طريقة ما أكيد بلا شك فهم القرآن والسنة له ضوابط وله اصول وله قواعد اسسها العلماء ووضعها ووضعوها لهذا الامر ان يفهم القرآن في ضوء القرآن وان تفهم السنة في ضوء في ضوء السنة وان يفهم القرآن والسنة في ضوء اللغة وان وان يفهم القرآن والسنة في ضوء علم الاصول اصول الفقه واصول الحديث وفيما اجمعت عليه الامة لكن يا استاذ جهاد مساله هذا هو فهم القران والسنه يعني الناس يقولون أن نفهم القران والسنه بفهم سلف هذه الامه رضي الله عنها لا انا الذي اقوله اقرره ان ان يفهم القران والسنه في ضوء هذه الضوابط وفي ضوء ما اجمعت عليه الامه في في اي في اي في اي عصر او اي جيل لكن هذه الفوضى العلميه والاختلافات و والطائفيه والله لن تنقضي لن تنقضي ولن تنتهي حتى ياتي الامام الذي يحمل الناس بالحق والصدق على امر الله تبارك وتعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه علامه يعني صدق الرساله هذه وصدق القران والسنه انه لا بد ان يختلف الناس في غيبه الامام لا بد فاذا اتحد الناس في غيبه الامام لا قلنا ان هذا الدين غير صحيح لان الله تبارك وتعالى قضى انه لابد ان يكون لهذا, لهذا الدين يعني من يحمله ومن يقود الناس اليه ومن ينتمي الناس اليه ومن يلوذ الناس به بمعنى يجتمعون حوله ويلتفون حوله لابد من لهم من قائد لابد لهم من راس فاذا ان عدم الراس لابد ان يتشتت الناس فرقا واحزابا واحزابا وكل فرقه تتخذ لها علماء سواء كانوا علماء <applause> ضلال او جهال يلبسون لباس العلماء حسن النية أو فاسد النية حسن التصورات أو فاسد التصورات لا بد من كل طائفة أن تتخذ لنفسها هؤلاء الرؤوس نعم. طيب وصفت دكتور في نقطة شديدة الأهمية أن الفكرة الأساسية في الطائفية هي فكرة العصبية للانتماء يحصل اليوم أن طائفة من الطوائف أيا تكن هذه الطائفة من دون تحديد مثلا تستعين بمن هو غير مسلم لقتل مسلمين بهدف تغليب المنطق الطائفي بالمطلق هل هناك في نصوص الشريعه وخصوصا في الكتاب والسنه ما قد يبرر هذا الفعل بمعنى ان ان استعين بغير المسلم استنصره من اجل تغليب المنطق الطائفي لدي لكي اغلب الطائفه الاخرى اقتلها يسود منطقي الطائفي انا هل يوجد في نصوص الشريعه ما يبيح هذا في حالات الضروره والاستثناء لا ما فيش لا يوجد بل 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 بال بالعكس نصوص الشريعه هنا في غايه الصرامه وفي غايه الوضوح انه لا يجوز الاستعانه بالكافر على المسلم وهذا لون من الردة ومظاهره الكفار على المسلمين كفر واما اما الاستعانه بالكافر على الكافر فهذا حرام لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل وهو في بدر وقال له اني جئت ان انصرك يا محمد فقال تشهد ان لا اله الا الله قال لا قال ارجع فانا لا نستعين بالمشركين وفي روايه اخرى قال له اسلم ثم قاتل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الروايات في الصحيحين فأسلم الرجل فقاتل فقتل قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا وأما ما, ما يستدلون به أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان ابن أمية في حنين لا النبي لم يستعن بصفوان ابن أمية في حنين إنما لم لم يشاركه في الحرب ولم يدخل معه معركة إنما استعار منه بعض الأدرع حتى قال له صفوان أعارية أعارية مقبوضة؟ قال لا بل عارية مردودة وردها عليه صلى الله عليه وسلم ولكن سلماء صفوان قال أنا الآن يا رسول الله أرغب في الإسلام فتركتها لله ولرسوله فأسلم صفوان إنما صفوان لم يرفع سلاحا ولم يشهد الحرب لم يدخل المعركة إنما استعار النبي صلى الله عليه وسلم منه ثانيا هناك فرق بين أن تستعير سيفا وأن تستعير طيارة طائره تدمر قريه وامه في في لحظات، انما السيف ماذا يصنع؟ السيف يسيطر عليه، انما كيف تسيطر على الطائره؟ فاذا لا هذا هذا كلام فارغ وكلام لا يصح دينا ولا شرعا ابدا، لا يجوز الاستعانه بالكفار. طيب منطق الطائفيه وهو العصبيه والاقتتال الطائفي الحاصل بين المسلمين، هل له جذور تاريخيه من حيث المعنى لا من حيث المبنى كما اتفقنا؟ نعم هو اسمح لي اولا ان اتكلم لماذا اختلف الناس ثم ناتي الى الجذور التاريخيه لانه هذا يعيننا على بيان الجذور التاريخيه للطائفيه هو الناس اولا في بدايه عهدهم كانوا امه واحده على الدين قال الله تبارك وتعالى وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا فكانوا على الاسلام فاختلفوا فلما اختلفوا وقال في سوره البقره وكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فأرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين أي بما معهم من الكتب والرسائل ليعود ليعيد ليعيد الناس إلى الوحدة الإيمانية والوحدة العقدية التي كانوا عليها <applause> عفواً لكن شاءت إرادة الله تبارك وتعالى ألا يعود الناس كلهم إلى الإيمان فبقي, فبقي الناس هنا منقسمين إلى مؤمن وكافر وهذا ما, ما قرره ربنا في سورة هود وهذه العلاقة بين الآيات الثلاث ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة هو لم يشاء ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولذلك اختلفوا لانه لم يشأ فاختلفوا ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم فلما اختلفوا بقي الناس مختلفين فكان اختلافهم له اسباب كان اختلافهم في هذا له اسباب الاسباب السبب الاول السبب العقدي هذا فاختلف الناس الى مؤمنين وكفار هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ثم اختلفوا أيضاً بسبب العمل ونوعه هذا عامل وهذا بطال والعامل إما عامل صالح أو فاسد أو مصلح أو مفسد ولذلك قال وَيَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ فالله تبارك وتعالى يعلمه تماماً أيضاً اختلفوا بسبب الأفكار والتصورات فاختلف وفي هذا اختلف أيضا الكفار ليس المسلمين وحدهم أو ليس المسلمون وحدهم إنما اختلف الكفار أيضا بسبب التصورات فالاختلاف الكفار مثلا ستجد هذا شيوعي وهذا رأسمالي هذا ليبرالي وهذا علماني هذا ملحد وهذا وثني اختلفوا وعندهم توجهات كثيرة أيضا اختلفوا بسببها أما المسلمون فاختلفوا بسبب الأفكار والتيارات الى مثلا هذا سني وهذا شيعي وهذا خوارجي وهذا مرجئي وهذا ناصبي وتيارات كثيره وتحت كل هذه الجماعات فرق واحزاب ثم اختلفوا كذلك في بسبب الاختلاف الفقهي الاختلاف الفقهي ثم اختلفوا بذلك بعد ذلك بسبب الجماعات والتيارات الفكريه فهذا سلفي وهذا اخوانجي وهذا صوفي وهذا مش عارف ايه وهذا اختلافات كثيرة والله تبارك وتعالى أبى إلا أن يجمع الأمة على كلمة واحدة ولذلك حذر من الاختلاف, الاختلاف التضاد فقال جل جلاله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم حذر من هذا وحذر من التشعب والتحزب والتعصب للفكرة إنما لم لم, نعم. لم يحجر على العقول نعم لكن دكتور لو أذنت لي يعني رضي. الفكرة الطائفية الآن التي تسيطر على عقول الناس ليست هي الاختلاف يعني اختلف الصحابة واختلف التابعون ونشأت مدارس مدارس فكرية مدرسة الحديث ومدرسة الفقه وإلى آخره لكن السؤال هو فكرة الطائفية التي تقوم على التعصب للطائفة وكراهية الطائفة الأخرى ومحاولة إيقاع الأذى بها هل هذه نشأت؟ في مرحلة ما بعد الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين وخصوصا الدول العربية، أم أن لها جذورا طائفية يعني في التاريخ، جذورا تاريخية في التاريخ؟ لا لا لها جذور في الحقيقة، لها جذور وأنا يعني لو تكرمت علي تفضل أذكر السبب الرابع للاختلاف هو العلم تفضل العلم اختلف الناس بسببه إلى عالم وجاهل وأمي، العالم الذي عنده مقدمات صحيحة وأنتجت نتائج صحيحة الجاهل عنده مقدمات فاسدة فأعطته نتائج فاسدة فإن اعتقدها فجهله مركب أما الأمي فهو ليس عنده مقدمات وليست عنده نتائج هو صفحة بيضاء أكتب فيها ما تشاء فهذا الاختلاف لا لا اختلاف متجذر في عمق التاريخ وعمق البشرية منذ أولاد آدم اختلفوا من الذي يقبل قربانه ومن الذي يتزوج هذه ومن الذي لا يقبل قربانه فقتل احدهما الاخر فصار صار فريقين او طائفتين قاتلا ومقتولا فلذلك يعني بدا الاختلاف من هنا انما كان الناس في عهد ادم صلى الله عليه وسلم امه واحده على التوحيد لكن الاختلاف الذي كان في اولاد ادم لم يكن اختلافا عقديا انما كان اختلافا فكريا و... ثم بعد ذلك تطور الاختلاف الفكري إلى اختلاف عقدي بداية منذ أن عبد الناس الأصنام والأوثان ثم تطورت هذا الاختلاف بعد ذلك بتحريف الرسالات وتحريف الكتب المنزلة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا ظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون هذا هذا التحريف للرسالات نتج عنه طوائف كثيره ثم بعد ذلك العصر الاسلامي السياسه بقى في العصر الاسلامي الذي يعني انقسم الناس بدايه بسبب الانقسامات السياسيه والصراعات السياسيه فانقسموا الى شيعة ونواصب وسنة وخوارج فانقسموا في الحقيقة هذا واقع وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة الصحيح ستفترق أمتي افترقت اليهود والنصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق اليهود النصارى كذلك وافترقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة في الحديث آه في روايه اخرى كلها في النار الا واحده قيل منهم يا رسول الله قال ما عليه انا واصحابي وفي روايه اخرى قال ما عليه اليوم انا واصحابي ما عليه اليوم وهذه فالم طائفه في النهايه نعم وهذه طائفه ما عليه انا واصحابي هي طائفه في النهايه هذه طائفه والنبي عليه الصلاه والسلام سمى الطائفه المنصوره طائفه لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا او من, من نواهم حتى يأتيهم امر الله وهم كذلك. انطلاقا من هذا اذا الطائفيه <applause> بالمطلق ليست سلبيه. لا الطائفه ليست الطائفية. ليست الطائفيه الطائفيه ليست سلبيه وليست مذمومه، انما المذموم فيها البعد عن الحق، البعد عن والنصره بالباطل. المذموم في في الطائفيه البعد عن الحق والنصره في الباطل، لان الاختلاف بين الناس هذه سنه كونيه ولو شاء الله لجعل الناس امه واحده. ولا يزالون مختلفين فهذه سنه كونيه في الناس انما الذي ليس 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 مطلوبا اننا وانت لا نتفق طيب ماذا نصنع؟ المفروض ان نتعايش طيب لا لا نحن لم نتعايش سنتعارك اذا هذه طائفيه مذمومه لانها مضاده انما الله تبارك وتعالى جعل لانه جعل الاختلاف سنه فجعل لهذا الاختلاف سنن وقوانين للتعايش فيها فانت مسلم وهذا كافر فأيوة بين المسلم والكافر لابد من من قوانين تحكم هذه التعايش هذه القوانين يقتتل من أجلها الطائفيون بمعنى أن يسود المنطق الذي ينتمي إليه منطق الطائفة التي ينتمي إليها ثم بعد ذلك يحصل التعايش ولكن من من منظور التمكن والقوة والسيادة ما هو الـ 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 أنه كله يريد أن يفرض رأيه وأن يفرض سلطانه لكن في الحقيقة الذي ينبغي أن يفرض هو سلطان الله عز وجل وقانون الله جل جلاله ف... وهذه... وهذه مسؤوليه المسلمين آآ آآ ثم بعد ذلك جعل الله تبارك وتعالى التعايش انما حينما يسوس او يسود سلطان ابليس في الارض فلن تجد تعايش يا اخي انظر ماذا يحدث للمسلمين في مانمار وفي تركستان الشرقيه وفي افريقيا الوسطى وفي فلسطين و... انظر حينما يسود الكفر وسلطان ابليس لن تجد الا القتل واغتصاب واغتصاب النساء وهتك الاعراض وسلب الاموال والتعدي على الحرمات، انما الطائفيه في المس في الاسلام في تحت سلطان الاسلام مرعيه المال، مرعيه الدم، مرعيه الحق مر لها حريه الاعتقاد، لها حريه الشريعه، لها حريه التحاكم، هي تتحاكم الى شريعتها، نحن لا نفرض عليها عليهم شريعتنا ولا عقيدتنا بل انهم لهم حق في الوظائف الوظائف في الدوله المسلمه والا الا الخلافه لان الخليفه لابد بد شرطه ان يكون مسلما انما لا يدفعون الجزيه والمسلم يدفع الزكاه والزكاة اكثر من الجزيه فهذه ضريبه ماليه فرضها الله عز وجل على المسلم والكافر الذمي الذي يتمتع برعايه الدوله وبعدين هؤلاء يسمون في الاسلام رعاة الدولة فلذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فهؤلاء مرعيون من المرعيون من الدولة الاسلاميه تحت نظرها وتحت كنفها وتحت سمعها وتحت بصرها فلهم حق في المعايشه والطب والكسب والوظائف ولهم حق في لهم حق الحياه مثل مثل المسلمين تماما في حق الحياه وفي حق المال وفي حق التملك وفي حق حريه الاعتقاد وفي حق التعبد يتعبد يعبد وثنه يعبد صنمه ما دام يعبده في في ديره او كنيسته او في بيته هذا لا ليس عليه حرج ولا يطالب ان يكسر صنمه ما دام في هذه حريه الاعتقاد الذي ضمن ضمنها الله عز وجل للناس وقال لا اكراه في الدين نحن لا نكره احدا ان ان يدخل في ديننا ولا وهذا غير متصور عند العقلاء في الحقيقه لا يقول بالاكراه في الاعتقاد الا المجنون المقبول انما الذي ليس ليس مقبولا ان يبقى السلطان لابليس فالسلطان في ملك الله لا بد أن يكون لله حقيقة في قد يخلط بعض المسلمين دكتور بين في بعض القضايا التصورات والمفاهيم فيخلط بين الولاء وبين التعصب فيعتقد أن التعصب هو من الولاء فتنشأ الطائفية وينشأ القتل والاحتقان والتفرغ داخل المجتمع المسلم نريد أن نبحث هذا المعنى ولكن بعد الفاصل لو أذنت لي نذهب إلى فاصل قبل العودة لاستئناف الحديث اسعدكم الله مشاهدينا الكرام نعود لمتابعه الحوار بشان الطائفيه وموقف الاسلام منها والحديث دائما مع الدكتور محمد انور البيومي استاذ الحديث في جامعه الازهر اجدد ترحيب بكم دكتور يا مرحبا دكتور الحديث دائما هو عن المسلم العادي لانه دائما ما يكون وقودا لحروب تنتهي بمصالح فئه قليله طبقه نخبه قليله من رجال الدين من المثقفين من اصحاب السلطه الى اخره العوام عوام المسلمين من كل الطوائف هم الذين يذهبون وقودا لهذه الحروب التي وراءها مصالح نخبه المسلم العادي ربما يخلط احيانا بسبب عدم قدره على ضبط المفاهيم والتصورات يخلط ما بين الولاء للطائفه وما بين التعصب فيأخذ في بالتعصب على أنه ولاء فينتج فينساق في موجة الطائفية ويحصل ما يحصل كيف يمكن ضبط الولاء ما حدود مناط الولاء أولا في, في, في الإسلام مناط الولاء وحدوده أنا قلت في البداية أن مناط الولاء هو لله ولرسوله وللمؤمنين ولجماعة المؤمنين وهذا الولاء منضبط بقواعد شرعية يعني أضبط من ميزان الذهب في الحقيقة لأن المسلم المخالف له وهم الكفار أنواع كثيرة ففيهم الكافر المحارب وفيهم الكافر المسالم والكافر المعاهد والذمي فالكافر المحارب له الحرب لأنه هو الذي يحاربنا واحتل أرضنا واغتصب أموالنا وأرضنا وعرضنا فهذا ليس له سلام إن إنما له الحرب لأن هذا حقنا يا أخي حقنا المشروع وحق الذي كفلته له الحقوق الإنسانية ليس ليست الرسائل السماوية فقط الحقوق الإنسانية كفلت لأي معتدى عليه أن يرد الاعتداء الثانية الثاني النوع الثاني الذمي الذي له ذمة الله وذمة رسوله فهذا قلت إنه معصوم الدم والمال والعرض وله حق المسكن والمشرب والمأكل والعمل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صريح جدا صحيح في البخاري وغيره من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة أربعين عام وفي رواية خمسين سنة وفي رواية سبعين وفي رواية مئة هذا على اختلاف, الـ 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 اختلاف الأشخاص يعني واختلاف جرائمهم فانظر الى هذا الـ 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 حتى ان الـ 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 اذا قتل المسلم معاهدا هل يقتل به ام لا الراجح عندي نعم لانه في حديث مرسل صحيح ومرسل انه يقتل به اما اما ان المسلم لا يقتل بالكافر اي الكافر المحارب اي الكافر المحارب انما الكافر المسالم والكافر المعاهد لا هذا هذا حقه مصون ودمه محترم غير مهدر فمن اعتدى عليه فللامام ان يقتص منه طيب ثانيا ان فالولاءات لابد ان تقوم بناء على هذه القواعد انما الولاءات التي تقوم على غير القواعد وعلى الهوى وعلى غير انضباط هذا هذا هذه عصبيه هذه عصبيه مقيته ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما اقتتل الانصار والاوس والخزرج قال يعني أبي الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة فالعصبية هذه لا العصبية غير الولاء 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 منضبط بقواعد شرعية عظيمة جدا تصونه من الشطط تحفظه من الطيش تقوده إلى إلى صراط الله المستقيم أما العصبية فهي عصبية عمياء جهلاء ليس فيها قواعد ليس فيها ضوابط انما هي طائشة كس ك يعني بالضبط كالسكين في يد الجزار يفعل في ذبيحته ما يشاء انما لا لا الولاء غير العصبيه تماما وهو منضبط بضوابط الشريعه نعم وبضوابط بضوابط الله تبارك وتعالى حديث ابي بكر لما يقول سبحان الله لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ومن قتل معاهدا في غير كنه في غير كنه اي في غير حق فالجنه عليه حرام اذا لابد من حفظ هذه الضوابط الشرعيه والقواعد الدينيه ان تكون مرعيه مصونه محفوظه بين المسلمين تقوم عليها حياتهم ولها و, و و والكفار مطالبون بمثل هذا ايضا من نوع التعايش ونوع المعايشة والمصانعة والمسالمة مطالبون بهذا لا يطالب به المسلمون وحدهم إنما المسلمون عندهم هذه القواعد مرئية مصونة إن شاء الله نعم دكتور لكن يعني <applause> تحدثت عن قضية الذميين بخلاف الذميين يعني هناك أقليات سواء دينية أو طائفية أو مذهبية في, في في العالم الإسلامي هذه حقيقة موجودة كيف عالج الإسلام التعامل مع هذه الأقليات؟ بنفس المزمج. القواعد التي ذكرتها هل هذا هذا هذه هذ الأقلية الموجودة في دولة الإسلام محاربة محاربة للإسلام والمسلمين وتؤذيهم وتؤذي دولتهم أم لا؟ فإن كانت محاربة فحكمها حكم المحارب يطبق عليها قانون المحارب وإن كانت تعيش في رعاية الدولة الإسلامية وفي ذمتها وفي عهدها فلها لها حكم المعاهد وبغض النظر عن عن عقيدته هل يقبل الإسلام تعدد الولاءات الولاء للطائفة الولاء للعشيرة الولاء للجماعة للحزب الى المتناقض لا إنما المتعاون والمتكاتف نعم الولاءات المتناقضة لا لا يقبلها الإسلام يرفضها تماما الولاء المطلق لله ولرسوله وللجماعة المسلمين إنما كل ولاء بعد ذلك لا بد أن يكون تابعا لهذا الولاء قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله هذه ولاءات الناس الأموال والأوطان والعشائر والعرق احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا اي انتظروا عذاب الله ومقته حتى ياتي الله بامره، وهناك في في اخر المجادله يقول ربنا جل جلاله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه، ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه قتل اباه في غزوه بدر، قتل الشرك في ابيه. وقتل مظاهر الكفر والالحاد والوثنيه في ابيه هنا يعني تعارض التوحيد مع الشرك وتعارض الايمان مع الالحاد فلا بد ان 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 يظفر الايمان بقوه الله عز وجل ونصرته لهم فحينما يتعارض هذا مع ذاك لا لا بد ان يكون هناك مفاصله مفاصله بين الحق والباطل ف وهنيئا لمن نصر الحق وهزم الباطل في نفسه وفي مجتمعه وفي بيئته، انما الولاءات المتعدده لا بد ان تكون تابعه لله ولرسوله، ولا حرج من هذا، انما ان تكون متعارضه مع هذا لا هذا لا يجوز. طب ال 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 الطائفيه التي تتجذر يوما بعد بعد اخر في المجتمعات الاسلاميه اليوم، علاجها برايك شرعي ام قانوني؟ يعني ينبغي ان تعالج ويتعامل معها من باب القانون ام من باب الشريعه؟ تفقيه الناس وتعليمهم ام من باب الزامهم بقوه القانون بعدم التطرق الى الطائفيه؟ لا هو دائما العلاج العلاج تسبقه الوقايه. العلاج دائما تسبقه الوقايه، هو لا خلاف بين الاثنين. فالوقايه بالتعليم والتربيه والتهذيب على كيف نتعايش ونحن مختلفين. كيف نتعايش وفق قانون الله تبارك وتعالى الذي ضمن المعايشه بين الكافر والمسلم والمسلم وغيره والمسلم وابعاضه والكافر وابعاضه كيف نتعايش وفق هذا لابد من التعليم والتثقيف والتربيه والتهذيب على هذه لكن ليس كل الناس سيقبلوا التربيه ولا التهذيب فلا بد من القانون فلا بد من القانون من من انحرف عنه تطوله يد القانون ولذلك يعني رضي الله عن بعض شيوخنا الذي قال كلمة حكيمة إن القانون العادل في يد, في يد القاضي الظالم جائر و وإن القانون الجائر في يد القاضي الظالم عادل لأن القاضي هو الذي يصنع من ال هو الذي يطبق القانون فلذلك إذا كان جائرا سيجور في, في حكمه وإذا كان عادلا سيعدل في حكمه وإن كان القانون أمامه غير عادل فما بالك إذا كان القانون الذي معنا هو قانون رب العالمين هو العدل المطلق إذن إذا فلا بد أن يوجد أو أن نستدعي له القضاة الفاهمون العدول أو أو العادلون حتى يحسنوا تطبيقه على الناس أما أن يستدعى له المهازيل الضعاف الذين لا يحسنون من القرآن شيئا ولا من السنة شيئا فأن لهم أن يكونوا عادلين طيب كأحد اهل العلم المتابعين لما يجري في الامه اليوم، ما الذي يغذي الطائفيه التي تنتشر بين المسلمين اليوم دكتور؟ هو للاسف اذا تابعت كتابات العلمانيين والشيوعيين يقولون ان الذي يغذيها هو الدين والعقيده، وهذا في الحقيقه هذا 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 هو عين الطائفيه وهذا يعني تغذيه جديده للطائفيه وزرع للفتن بين الناس. انما الذي الذي يغذي الطائفيه اولا الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار في مسلم كما يرويه عن رب العباد جل جلاله يقول: ألا إني خلقت عن عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم اي حرفتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما احللت لهم وأمرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا والشيطان بوسوسته وبتحريفه للرسائل وإعازه وتزيينه للباطل زين لهم سوء أعمالهم زين لهم الشيطان سوء أعمالهم ف... وأصبحت للشيطان سلطة ودول تتكلم باسمه وإذاعات وإعلام وقوى غربية وشرقية تتكلم باسمه فلذلك نجح في هذا الاتجاه الثاني أن, أن الناس لم تستجب لنداء رب العالمين سبحانه وهو يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا ايها الناس اتقوا ربكم انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم لم يستجيبوا لنداء النبي عليه الصلاه والسلام الناس لادم وادم من تراب لا فرق لعجم لعربي على اعجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى والعمل الصالح فلذلك هذه النداءات لم يستجب الناس لها فلا بد ان ان يمزقهم الشيطان بوساوسه وتزييناته الثالثه الامر الثالث غيبه الامام الذي يحمل الناس على شريعه الله وتوحيده فهذه ولذلك هذا امر مراد <applause> هذا امر مراد تتمزق به الامه وتتحزب به شيعا واحزابا و يتفرقون كما قال ربنا منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فلذلك الله تبارك وتعالى حذر من هذا أيما تحذير فعنوان هذا التمزق هو غيبة الإمام أعني غيبة الإمام الراشد وحينما يغيب الإمام الراشد نعم لابد أن يحدث هذا نعم نعم لكن انت ان تقول غيبه الامام لكن هناك مؤسسات وهناك علماء وهناك اتحادات وهناك هيئات علميه اسلاميه كبيره تحاول ان تنشر الخير في صفوف المسلمين، الا في هذا بهذا الغرض؟ الا في وجود هذه المؤسسات والعلماء بهذا الغرض دكتور؟ والله نسال الله ان يعينهم. نسال الله ان يعينهم على ما هم بصدده وان يرزقهم الاخلاص والصدق. ولكن لا ليس هذا كافيا ولن يكون كافيا وهذا في الحقيقه لو 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 انه بديل عن الامام فانا اقول من هنا هذا ضلال مبين الامام ليس له بديل طيب فيما يتعلق بموضوع الطائفيه ربما بقي معنا دقيقتان او ثلاثه واعتدنا في هذا البرنامج على ان نترك للضيف حريه الحديث في موضوع الحلقه عما لم نسالك عنه فيما يتعلق في موضوع الطائفية، فماذا تريد أن تقول دكتورنا العزيز؟ والله أنا أريد أن أقول لنفسي وللمؤمنين لا بد أن يعني ننهي مسألة الطائفية المقيتة والعصبية لها، العصبية للطائفية بإحسان النيات رقم واحد تحسين النيات رقم اثنين تحسين التصورات رقم ثلاثة إيجاد رؤية للمستقبل. رؤيا صحيحة وفق شرع الله تبارك وتعالى وسنة نبيه هذه الأشياء الثلاثة لا بد أن يعمل لها المسلم إذا أراد أن يخرج من الطائفية المذمومة وأن يكون ولاؤه لله ولرسوله وللمسلمين وأن تكون عصبيته أو طائفيته لله ولرسوله وللمسلمين وأن يتعايش مع غيره من غير المسلمين من الكفار وغيرهم حتى ولو كانوا لا دينيين ملاحدة أن يتعايش معهم وفق شريعة الله تبارك وتعالى فهي الضابطة لهذا الأمر والله تبارك وتعالى هو المرجو والمأمول في هذا أن يحققه لنا يعني ولكم إن شاء الله يعني أن يكون الولاء على بصيرة هذه هي النقطة المفتاح نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد على ما أفضت به وأضفت في هذه الحلقة أعزائي إيه. المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مقاصد التي أشكر في نهايتها الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر شكر الله لكم حسن متابعتكم في حراسة الله ورعايته m <tries>